عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا دايما بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة جميلة جدا جدا، فيها كده يعني كذا حاجة انا حطيتهم فيها طلعت حلوة قوي. طبعا زي ما انتم شايفين كده هو الواضح على الوش الشوكولاتة والموز. في حاجات تانية انا حطيتها برضو مدية طعم حلو قوي، وانا متأكدة لو عملتوها هتعجبكم ان شاء الله. وعلى فكرة هي سهلة، ما بتاخدش اي وقت، المقادير بتاعتها بسيطة جدا برضو، والنتيجة بتطلع حلوة قوي. المكونات عندي 1.5 كوباية ونص سكر وبيضة، معلقتين حليب، قطعة زبدة بتعادل 3 معالق، بيكنج باودر وفانيليا نص معلقة صغيرة. ببتدي بالبيض، بحطه على الفانيليا، كيس فانيليا طبعا على البيض، بضرب بالمضرب الكهربائي، ما فيش مضرب استعمل الخلاط. الزبدة سيحتها وضفتها على البيض، هضيف السكر، سكر بودرة طبعا، ضفت الحليب، هبتدي بقى الدقيق اضيفه مش كله على بعضه يعني شوية شوية كده، واحط البيكنج باودر لحد المكونات كلها ما تمتزج مع بعض. ممكن ازود شوية دقيق صغيرين عشان انا بس محتاجة الكيكة تبقى متماسكة اقدر افردها في الصينية. الصينية حطيت فيها معلقة زيت، هبتدي افرد الكيكة في الصينية. اتأكد ان هي يعني في الصينية مفرودة. طبعا لو عندنا الصينية بتاعة التارت اللي هي من الجناب دي بيبقى فيها شكل بتبقى حلوة قوي، بس انا ما عنديش، فعملتها في الصينية عادي اللي بعمل فيها البسبوسة والبيتزا، وطلعت نفس النتيجة يعني. طبعا اي كيكات بنعملها لازم نفتح الفرن قبلها بحوالي ربع ساعة. في الجوانب بعد ما حطيت العجينة في جوانب الصينية هبتدي اضغط عليها بالشوكة يعني عشان اديها شكل شوية. هضغط برضو على العجينة بالشوكة كده، هدخلها بقى الفرن، بتقعد بالظبط 20 دقيقة، بتكون استوت وحلوة جدا اهي كده. هسيبها بقى تبرد. عندي هنا موز جيلي بالموز، كاسترد، حليب، الحليب حوالي 2 كوباية كبار، الكاسترد هاخد منه 2 كبار برضو. هنعمل دلوقتي مع بعض الجيلي، احط 2 صغيرة او 3 معالق مية. بعد ما بيغلي بقوم احط فيها كيس الجيلي واقلبه كويس. انا عايزة الجيلي يبقى مركز عشان كده قللت كمية المية. بعد الجيلي ما بيدوب هو بياخد وقت شوية لان انا مقللة كمية المية، هفضيه بقى في طبق عشان عايزه يبرد، وهزود عليه برضو 3 معالق مية. الكوباية اللي انا بستعملها قدامكم دي كوباية صغيرة زي كوباية القهوة كده. الجيلي خلاص، نبتدي بقى نعمل الكاسترد. اخدت 2 كاسترد كبار، حطيت عليهم شوية مية، مية فاترة من الحنفية، هقلبه كويس. طبعا انا حاطة اللبن بيغلي على النار،
ممكن اللبن نحط فيه معلقة سكر، بس انا بصراحة ما حطيتش سكر في اللبن. بعد اللبن ما بيغلي بضيف عليه الكاسترد وابتدي اقلب لحد ما يجمد، يعني السمك بتاعه يتقل كده. خلاص كده معقول قوي. دلوقتي هناخد الكيكة بقى، احنا قلنا طبعا هنسيبها تبرد. بعد ما خلاص اتأكدنا ان هي بردت هنبتدي نحط عليها الكاسترد، ندهنها كلها بالجوانب بكل حتة فيها. نخلي بالنا الكاسترد احنا مش عايزينه يبقى تقيل قوي عشان ما يكلكعش. الموز طبعا هنقطعه دواير ونبتدي نحطه في الجوانب، ونحط على الكيكة كلها نملاها بقى موز كلها. هبتدي ادهن الوش بالجيلي. طبعا الموز لو سيبناه لوحده هيسود، فعشان كده انا قلت ادهنه بجيلي الموز. حلوة قوي بجد والله، الكيكة طلع طعمها حلو جدا. الموز لما بنضيفه لأي حاجة بيديها طعم حلو. خلاص شوية الجيل اللي فضلوا هحطهم على وش الكيكة. دخلتها التلاجة ساعتين، بعد كده طلعتها ده شكلها. قلت بقى احط على الوش صوص الشوكولاتة. جبت معلقتين حليب وشوكولاتة خام. بعد ما سيحت الشوكولاتة الخام حطيت عليها معلقتين الحليب، وبدأت بقى ايه. الازازة دي كانت عندي بتاعة كاتشب، بستعملها يعني اما اجي احط ازوق حاجات كده. فابتدي بقى احط صوص الشوكولاتة على الوش. كان ممكن اكتفي بالكيكة بالجيلي بس، الجيلي والكاسترد والموز بس، يعني انا بحب الشوكولاتة بصراحة، فقلت بقى لما ازود لها كده شوكولاتة على الوش اكيد هتديني طعم حلو. وفعلا بجد طعمها كان حلو قوي قوي قوي. هبتدي خلاص يعني اغطيها كلها حتى الجوانب بتاعتها. وما نزودش كمية الحليب، يعني هما معلقتين صغيرين مش كبار على اي شوكولاتة خام، لان انا مش عايزاها تجمد. الشوكولاتة ما تبقاش جامدة في التلاجة، لا انا عايزة اما اكلها تبقى الشوكولاتة سايلة شوية كده احس بطعمها. يعني لو ما عندناش الازازة زي اللي انا شغالة بيها دي، ممكن اي ازازة برضو بس يبقى ليها بوز كده نبتدي نحط بيها. ممكن برضو بالمعلقة. خلاص كده ادخلها التلاجة ساعة. بعد ساعة بقى هنطلعها ونبتدي نقطعها مع بعض. بنلاقيها حلوة جدا، شايفين صوص الشوكولاتة مش جامد، يعني انا مش عايزة الشوكولاتة تبقى جامدة، تبقى حلوة قوي. طعم الموز مع الجيلي مع الكاسترد مع الشوكولاتة، وانا بصراحة من عشاق الشوكولاتة والموز. هتطلع حلوة قوي قوي لو عملتوها. عايزاكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وبالهنا والشفا.